السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبي مسلسل حضرة المواقف. إليكم تسريبات الحلقة الرابعة. شفنا بالحلقة السابقة يوسف يروح لبيت هيثم وبيشوف الولي وبيشبه سارة بتكون زوجة يوسف بالسر، وأم يوسف رفضت يوسف تعترف فيه وبزواجه منها بيطلقها. فاطمي راح تكتشف بأنه لولي بنت يوسف، وراح تكون صدمة. يوسف كبيري وزوجة عبد الله راح تعمل خطة تدمر عيلة أهل عبد الله.